جولتي وياكم حول العالم اليوم ضمن برنامج رمضان كريم، ونبدأها من الفلبين. الصدف هو نوع من أنواع الكائنات اللي موجودة بالبحار وعلى الشواطئ وواصلتنا، يعني مرات عندنا إكسسوارات مصنوعة من الصدف، مرات أكو تحفيات جاي توصل للعراق يدخل في صناعتها الصدف، لكن الصدف اللي إحنا يعني نعرفه بأحجام صغيرة أو بأشكال شوية نوعا ما، يعني ممكن يوصل أكثر حجم إحنا ممكن شايفيه لصدفة ممكن قد كف الإيد، هاي إذا كانت يعني نادرة أو أنه إحنا نتباهى أنه نملك هيك قطعة من الصدف. لكن اليوم بالفلبين طلع أكو نوع آخر من الأصداف وإلها قيمة كبيرة جدا، وأصداف وقيمتها مرتفعة بشكل كبير طبعا، وكثير من الناس اللي يسافرون على الشواطئ يعشقون أنه يجمعون بإيدهم بعض الأصداف من باب أنه نجمع بعض الذكريات. بس اليوم السلطات بالفلبين صادرت نحو 200 طن من أصداف عملاقة يطلق على اسم هذه الأصداف أصداف البطلينوس، وتعتبر طبعا هذه الأصداف أصداف كبيرة الحجم جدا وموجودة فقط في الفلبين، تم جمعها بشكل غير قانوني. تبلغ قيمتها شكد تتوقعون؟ 25 مليون دولار، وتعتبر هذه وحدة من أكبر العمليات الأمنية بالبلدان الآسيوية. وأعرب طبعا دعاة الحفاظ على البيئة عن قلقهم بسبب أنه أكو تزايد بالتجارة غير المشروعة بالكائنات المهددة بالانقراض واللي تستخدم كبديل للعاج، يعني يستخدمون الصدف هذا العملاق كبديل للعاج، بعد طبعا حملة عالمية عن توقف تجارة أنياب الأفيال. وتعد الفلبين موطن لمعظم أنواع أصداف البطلينوس الاستوائي العملاق بالعالم، ونفذت هذه السلطات حملة أمنية بإحدى المقاطعات وتم القبض على هذول الأشخاص، وخفر السواحل قالوا أنه تم القبض على 4 من المشتبه بهم، وعثروا على أكبر صدفة أثناء عملية القبض على أكبر صدفة بالعالم على الإطلاق من قبل طبعا سلطات الأمن بالمنطقة. وقالوا أيضا أنه جمع المحار العملاق من موطنه الأصلي الطبيعي يشكل جريمة بحق هذه الكائنات البحرية. طبعا إحنا دا نتحدث عن مثل ما دا تشوفون صدفة عملاقة أو نوع من هذا البطلينوس الأصداف العملاقة اللي وحدة الحجم منها أكبر من كرة القدم، يعني حجم تقريبا يوصل حجمها لهالشكل حجم، خلينا يعني إذا نريد أن نشبهها. وهذه أصداف تعتبر أصداف نادرة جدا وموجودة فقط في شواطئ الفلبين. أيضا ضمن الجولة حول العالم نرجع للعراق، وصورة لشاب انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وصار عليها حديث وجدل وفتحت عليها مواضيع كثيرة ووصلت أيضا للعالم العربي. هذا الشاب العراقي اليوم له قصة، بسام فيصل، وهو حديث السوشيال ميديا العراقية وشغلها الشاغل هذه الأيام، وهو عبارة عن شاب عراقي من محافظة كركوك بقضاء الحويجة، وبعد ما نشر إلى صورة وهو معلق الشهادة الجامعية مالته لازقها هالشكل على التيشيرت مالته على صدره أثناء عمله بحمل أكياس الإسمنت، يعني عامل إسمنت وعماله وحاط شهادته الجامعية على صدره حتى يعين أهله بتدبر أمورهم المعاشية وسط طبعا تفشي الغلاء والبطالة وأيضا ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية خاصة في شهر رمضان، وبعد طبعا إصابة كثير من الشركات بالكساد بسبب تفشي فيروس كورونا واستغناء عن كثير من الكوادر. وهذا الموضوع سبب أزمة كبيرة عند الشعب العراقي وعند الشباب. لما سألوا لي بسام وقصة هذا هو الشاب العراقي بسام،
وحكى قصته، فبدأ المغردين والناس اللي تتابع السوشيال ميديا يتعاطفون ويتفاعلون معه على صفحات التواصل الاجتماعي، وأكدت غالبية الآراء على أنه الشغل معيب. لكن مع ذلك من حق هذا الشاب التعبير عن ألمه وعن استياءه، لأنه هو ما قدر يتمكن من الحصول على وظيفة تناسب تخصصه الجامعي وتحصيل العلمي اللي تعب عليه من سنوات. وراح البعض إلى أنه الشهادة الجامعية صارت مجرد ورقة مع الأسف، وما تكفل لي حاملها عمل مناسب ولا دخل مع ما يكابده اليوم الشخص والشاب العراقي من مشقات ومن تكاليف في المعيشة. بسام صاحب الصورة لما نسألوه قال أنه أنا أكبر إخواني يعني البكر، ومن مواليد 92، ورغم أنه أكو عشرات آلاف من الشباب المشابهين لحالتي من خريجين عاطلين عن العمل، لكن أنا بادرت إلى تعليق شهادتي الجامعية فوق صدري أثناء عملي بحمل أكياس الإسمنت وغيرها طبعا من البضاعة، يعني أحيانا يكون حمال، حتى ألفت نظر المجتمع ومسؤولين الحكومة لحالتنا كشباب مستقبلهم ضايع وعلى كف عفريت. وأيضا قال أنه أنا ووالدي نشتغل سويا بنفس العمل كعاملين بمجال البناء، لكن الآن الوالد عاجز عن العمل لأسباب صحية والحمل صار علي وحدي، فزاد علي الحمل، ولكن أنا يشرفني أنه أشتغل وأكسب لقمتي بعرق جبيني. أيضا قال بسام أنه هو بسبب هذا العمل اليوم يعاني من أوجاع بالظهر وانزلاق غضروفي، ويضطر إلى لبس حزام على ظهره أثناء حمل الأكياس بس في سبيل أنه يقدر يعيل عائلته ويدبر أموره المعاشية. قصة بسام تقودنا لقصص مئات فعلا وآلاف من الشباب العراقيين الخريجين اللي اليوم شهادتهم إذا ما معلقة على صدورهم فهي معلقة على الحائط بسبب الواسطة والمحسوبية وعدم التكافؤ بموضوع التشغيل الشباب الخريجين. مع الأسف بالمقابل أكو ناس شغلة وظائف هم لا يستحقوها ولا يحملون أي شهادة جامعية، مرات خريج متوسطة خريج إعدادية بس لأنه عنده واسطة وأكو محسوبية، أو ممكن أحيانا يدفعون مبلغ في سبيل أنه يتوظف. هذا الموضوع سبب إحباط لكثير من الشباب، حتى قادنا لشغلة أنه أكو ناس صارت ما تهتم بالتحصيل الدراسي، يعني ما يشجعون غيرهم على أنه يكمل شهادته الجامعية. من تسأله يقول لك إحنا إيش حصلنا حتى تحصل أنت، إذا راح تلقى لك وظيفة إلقاها بواسطة أو مهنة حرة. هذا طبعا كلام غير صحيح، لأن تبقى الشهادة يعني شيء ضروري جدا بالحياة وسلاح. وتحياتنا لهذا الشاب العراقي بسام ولكل الشباب اللي رغم أنه عنده شهادة جامعية لكن اليوم يعمل بمهن بسيطة مثل سائق تاكسي، مثل باع متجول، مثل صديقنا بسام. بعض الأشخاص اليوم يسوون بعض المغامرات اللي هم يعتبروها بطولية ويصورها وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بصراحة مو مغامرة بقدر ما هي مخاطرة واستهتار واستهزاء بحياتك. وممكن انه يكون يتابعك شخص من المراهقين من الأطفال فيحاول انه يقلدك. من مصر اليوم واحدة من هذه الحالات، والبحث عن شاب نام تحت القطار ووزير النقل يتوعد هذا الشاب بإلقاء القبض عليه ومحاسبته، وبعد ما انتشر مقطع فيديو يظهر به هذا الشاب اللي نام بين قضيبي سكة حديدية بمصر أثناء مرور قطار مسرع بحادث طبعا أثار غضب وزير النقل. بالفيديو يظهر هذا الشاب وهو طبعا القطار بيسير بسرعة كبيرة جدا قطار، بينما كان الشاب ممدد بين طرفين سكة الحديد، والتقط الفيديو جايب ويا أصدقائه، التقطوا له الفيديو وبدأوا ينشروه، وبعد ما راح القطار بدأوا يهنئوا بأنه الحمد لله على السلامة بعد هذه البطولة. وتعليقا على الحادثة صرح وزير النقل المصري أنه السلطات تلاحق هذا الشاب حاليا
مؤكد انه هي لن تهدأ الا ما تقبض على هذا الشاب. وايضا بمقابله تلفزيونيه قال صرح وزير النقل بجمله: سنقبض عليه ولن نتركه. واكد الوزير انه الشاب عرض نفسه لخطر الموت. وايضا قال انه اكو سلسله من حوادث القطارات بمصر كان وراءها الاستهتار، اخرها طبعا الحادث المؤلم اللي تصادم به قطاران بمحافظة سوهاج جنوب مصر، وفي وقتها أسفر عن سقوط 19 قتيل وأكثر من 180 جريح. ومن بين أيضا هذه الحوادث حادث سير تيك توك على سكة الحديد قبل أن يتم القبض على السائق مالته، وبحادث آخر ترك سائق سيارة نقل مركبته فوق شريط سكة حديد وجلس بمقهى مجاور، وكان ممكن تحدث كارثة لولا يقظة سائق القطار اللي توقف قبل ما ينصدم القطار بهذه المركبة. كثير من الناس تتخيل انه هذا هو عمل بطولي بالوقت اللي هو يعتبر استهتار واستهزاء، وايضا نقل صورة سلبية عن بلدك وتفسيد أطفال ومراهقين عندهم حب التقليد. فيفترض أنه أنت من تقوم بعمل بطولي إلى هدف، الهدف من هيك عمل شنو؟